وزير التنمية المحلية يؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة. الكونغرس يدعو رؤساء فيسبوك وجوجل وتويتر لجلسة لمناقشة ظاهرة المعلومات المضللة والشائعات الكاذبة. تقرير دولي يكشف تخزين الدول الغنية أكثر من 2 مليار جرعة للقاح كورونا فوق احتياجاتها. الثانية ظهراً، 12 في جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعاً لمتابعة موقف التنسيقات الجارية لبدء التنفيذ بمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أكد شعراوي على تكليفات الرئيس السيسي المتعلقة بأهمية الانتهاء من مرحلة الدراسات والتصميمات والتنسيق الميداني والبدء الفوري في عملية التنفيذ بالقرى الجاهزة بكل مركز، على أن يتم البدء بمشروعات البنية الأساسية كمشروعات الصرف الصحي وما يرافقها من مشروعات مد وتدعيم وإحلال وتجديد مياه الشرب ومشروعات الغاز الطبيعي والاتصالات، مشيرا إلى أنه سيتم بالتوازي البدء في تنفيذ مشروعات مجمعات الخدمات التي وجه الرئيس السيسي بتنفيذها بكل وحدة قروية ومشروعات المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أشيع عن تحميل المزارعين تكاليف تأهيل وتبطين الترع برسوم قدرها 7000 جنيه عن كل فدان. وقال المركز في بيان له إنه بالتواصل مع وزارة الري أكدت أنه لن يتحمل المزارعون أي رسوم أو تكاليف مقابل تأهيل وتبطين الترع، موضحة أن الدولة تتحمل كافة التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والذي تقدر تكلفة المرحلة الأولى منه بنحو 18 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ المشروع بأعلى مستويات الجودة مع الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ. قالت بريطانيا إنه يتعين على إيران العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، مضيفة أن على الغرب أن يكف عن إرسال إشارات على استعداده للتغاضي عن انتهاكات طهران. وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي إنه لا ينبغي أن نرسل أي إشارة على أننا سنغض الطرف عن عدم الالتزام أو نتظاهر بأننا لا نراه، مضيفا أن الأمر في أيدي إيران ومتهمهم بأنهم من ينتهكون شروط الاتفاق وهم من يمكنهم فعل شيء بهذا الشأن وعليهم العودة إلى الالتزام به. دعا الكونغرس مجددا مارك زكربرج وسوندار بيتشي وجاك دروسي رؤساء فيسبوك وجوجل وتويتر على التوالي إلى جلسة لمناقشة ظاهرة المعلومات المضللة والتي تنتشر على منصتهم، كما أعلنت اللجنة المختصة بحماية المستهلك والتجارة في مجلس النواب. وستتناول الجلسة خصوصا الشائعات الكاذبة حول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتأكيدات المضللة التي تم تداولها بشأن هذا التزوير أو تزوير الانتخابات الأمريكية والتي أجريت في نوفمبر 2020. وقال المسؤولون في بيان إن هذا النوع من المعلومات المضللة أدى إلى تفاقم الأزمات الوطنية مع عواقب وخيمة على حياة الناس فيما يتعلق بالصحة العامة والأمن. كشف تقرير أعده نشطاء في مكافحة الفقر أن الدول الغنية في طريقها للحصول على أكثر من مليار جرعة تزيد على احتياجها من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في حين تتدافع البلدان الأفقر للحصول على الشحنات المتبقية من اللقاحات، وفي وقت يسعى العالم للحد من تفشي المرض. وفي تحليل لاتفاقات الإمدادات الراهنة للقاحات كوفيد-19 ذكرت حملة وان، وهي منظمة دولية معنية بمكافحة الفقر والأمراض والتي يمكن الوقاية منها، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان حصلت على أكثر من 3 مليارات جرعة من اللقاحات، وهما يزيد بأكثر من 2 مليار جرعة عن احتياجات كافة سكان هذه البلدان للتطعيم بجرعتي اللقاح.
انتهى الموجز الإخباري. وفي النهاية نحيط علم السادة المشاهدين بأن تردد إكسترا نيوز الجديد هو 11785، معدل الترميز 27500، ومعامل الاستقطاب رأسي. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة.